قوات النخبة هي فصيل عربي من الجيش السوري الحر مشاركة في معركة تحرير الرقة، وهي الجناح العسكري لتيار الغد السوري الذي يرأسه رئيس الائتلاف الأسبق أحمد الجربة. مفادتنا جنان موسى زارت نقاطهم العسكرية على خط النار ضد داعش في حي الصناعة داخل مدينة الرقة. نتابع التقرير. الضيافة عند العرب أمر عظيم تمسكوا بها أيام السلم وأيام الحرب أيضا. إكرام الضيف واجب أساسي، ومن هذا المنطلق لم تقبل قوات النخبة السورية المكونة بأغلبها من أبناء عشائر دير الزور والمقاتلة في الرقة إلا بذبح خروف وإكرامنا بإعداد وليمة لنا. وبينما يحضرون الطعام نتجه مع قادة قوات النخبة إلى نقاط تمركز عناصرهم على خط التماس الأول في حي الصناعة. بسرعة كبيرة نعبر الطرقات كي نتفادى قناصة داعش. على أكتافهم علم الجيش السوري الحر، بينما انضمت جميع الفصائل العربية الأخرى إلى قوات سوريا الديمقراطية، بقي هذا الفصيل العربي خارج مظلة قوات سوريا الديمقراطية، لكنه ينسق بشكل كامل معها. عند وصولنا إلى خط التماس نركن السيارة داخل محل مسقوف لتصبح في مأمن من طائرات داعش المسيرة. داعش يتمركز على بعد 60 مترا فقط عند تلك المتاريس. نحن أول طاقم صحفي يصل إلى هذه النقطة على المحور الشرقي، ومن المستحيل أن نتقدم أكثر لأن النقاط ما بعد هنا تخضع لاحتلال داعش. شعارات داعش لا تزال مطبوعة على أبواب المحل. المدرسة المقابلة لنا هي فارغة اليوم، ولكنها أحيانا تستخدم من قبل التنظيم. أبو جنان هو قائد عسكري، وجد في أثناء المعارك أوراقا وهويات خاصة بمقاتلي داعش. بجيبتي هوية مقاتل مغربي أبو عبد الرحمن، قتلناه البارحة الأمس تقريبا. أخذته من جيبته؟ أخذته من جيبته. خلينا نشوفه. هذا أبو عبد الرحمن المغربي. إيه؟ مكتب الدعوة والمساجد المدينة. هذا اللي كان جايب السيارة المفخخة ولا هذا غيره؟ هذا هم كانوا اثنين. إيه؟ واحد ما لغينا معاه شيء ولغينا في هاي. هم كانوا اثنين وقتلناهم جنب السيارة المفخخة. من هنا نستطيع أن نرى بوضوح المناطق التي يحتلها داعش. ينتمي معظم عناصر قوات النخبة إلى عشيرة الشعيطات التي خسرت حوالي 1700 فرد من أبنائها على يد داعش. بالنسبة لأبي عماد الذي ينتمي إلى الشعيطات، قتالهم ضد داعش له طعم آخر. داعش أعلنت خلافتها المزعومة بالرقة، وانا من لما دخلنا بعمليه غضب الفرات كنت متشوق للحظه اللي ندخل فيها مدينه الرقه. انا كنت استناه، بس انه في شغله في بالي، هو في دوار هون بالرقه مشهور دوار الساعه، لما لا اعلنت الخلافه صاروا بالدبابه وهيك يفحطوا. انا ان شاء الله ناوي اعمل مثلهم بس بالحق ان شاء الله، والعلم هذا ان شاء الله هو اللي راح يرفع الدوار باذن الله. والصاروخ اللي مشوا فيه هذا كان الا انه اخذوه من عندنا بالدير، لما سقطت الدير بايدهم اخذوه. كتيبة الحمزة هي اللي اخذته من الكبر من ايام معارك النظام، يعني هذا صاروخ الأنة والله اللي لقيناه بدنا اياه. فجأة ومن حيث لا ندري تصاعدت أعمدة الدخان من داخل المدينة. رأينا منذ قليل دخان متصاعد من داخل الأحياء التي يتمركز فيها داعش، لا نعلم إن كانت سيارة مفخخة انفجرت أم قصف لطائرات التحالف. على كل أحوال أنا متواجدة هنا منذ حوالي 30 دقيقة، ولكن لا نستطيع البقاء أكثر لكي لا نلفت أنظار داعش. في مقر كتيبة النخبة بات الطعام جاهزاً. على بعد 5 كيلومترات فقط تقرع طبول الحرب. وبينما نتناول الغداء لم تغب عن ذهني صورة أولئك المحاصرين بسبب الظلم والإرهاب. إنها الحرب بكل تناقضاتها. جنان موسى، أخبار الآن من حي الصناعة داخل مدينة الرقة.